أنا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح معرض الخليج للعقار بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. بهذه المناسبة رفع معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة أسمية الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تكليفه بافتتاح المعرض، مشيرا إلى أن رعاية سموه لهذا المعرض السنوي الذي تنظمه شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات تؤكد الدعم الذي تحظى به صناعة المعارض المتخصصة والاهتمام الذي يوليه سموه للقطاع العقاري بوصفه أحد أهم القطاعات غير النفطية الفاعلة إيجابا في الناتج المحلي والتي شهدت نموا وازدهارا في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. قال معاليه: تعتبر مملكة البحرين بيئة جاذبة للاستثمار العقاري لا سيما مع ما يتمتع به هذا القطاع من تغطية قانونية ورصينة مواكبة لفضل الممارسات المتبعة والتي ضمنت تحصينه من أي ثغرات. أكد معاليه أن تنامي شركات التطوير العقاري ومشاريعها النوعية والتي تعم أرجاء البلاد ما هي إلا انعكاس ومؤشر جيد على ما قامت به الحكومة من جهود لتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا النوع من الأنشطة التجارية التي توفر مختلف الخيارات للمواطنين والمقيمين. نوه معاليه بما تحقق على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير خيارات وحلول السكن الاجتماعي للمواطنين من خلال التعاون القائم بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف المحلية. على صعيد المتصل، أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية المعارض العقارية المتخصصة التي تستقطب سنويا المهتمين بها للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين، علاوة على ما تمثله تلك المعارض من ملتقى يجمع تحت سقف واحد المطورين العقاريين من مملكة البحرين بنظرائهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرصة لتبادل التجارب والخبرات وعقد الشراكات. من جهته، نوه السيد أنور عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للفعاليات والمؤتمرات والمعارض وتعزيز إسهامها في دعم خطة التعافي الاقتصادي وتوفير الفرص الواعدة للمواطنين وقطاع الأعمال في المملكة، مؤكدا أن قيمة المشاريع المعروضة في المعرض تبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد السمعة المرموقة التي اكتسبها المعرض كأحد أهم المنصات الواعدة للقطاع العقاري والرامية إلى ترويج منتجاته لدى المستثمرين.